يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع الجرعات التي تم إعطاؤها من مختلف أنواع التطعيمات المضادة لفيروس كورونا بلغ نحو ثلاثة ملايين جرعة وبلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من مليون ومئة وتسعة وثمانين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون ومئة وواحد وستين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم ستمائة وتسعة آلاف شخص